بسم الله الرحمن الرحيم، نتمنى لكم السلامة دائما. اليوم هنكمل في موضوع المناعة، وقلنا المناعة تنقسم إلى نوعين من المناعة: مناعة فطرية أو طبيعية، ومناعة مكتسبة. وقلنا بأن المناعة الطبيعية أو سميناها الفطرية تعتمد على الجلد وعلى الحواجز الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها، وأيضا تعتمد على بعض الخلايا زي خلايا كرة الدم البيضاء أو الخلايا الليمفية. طبعا لكن لما نتكلم عن المناعة المكتسبة أو النوعية، هي مناعة من أهم خصائصها التخصصية والتنوع والذاكرة، وأيضا القدرة على التمييز بين الذات وغيرها. يعني عندما يصاب الإنسان بميكروب، خلص في هذه المناعة المكتسبة تحفظ الميكروب وتحفظ نوعه، وأيضا وهي في المرة الأخرى تكون عندها القدرة على مقاومة هذا النوع من الميكروبات. إذا قلنا بأنه طبيعة عمل المناعة الطبيعية والمكتسبة أو النوعية هما بيكملوا بعض. كيف يعني؟ عندما تفشل المناعة الطبيعية أو الفطرية في مقاومة الجراثيم، وتدخل الجراثيم أو تبدأ الجراثيم بالدخول إلى الجسم، تبدأ دور المناعة المكتسبة أو المناعة النوعية. إذن مميزات المناعة المكتسبة، طبعا تكلمنا بأنه هذه كانت غير متخصصة نوعية. إذا المناعة المكتسبة متخصصة نوعية، فهمنا ليش تتكون نتيجة تعرض لميكروب أو أنتيجين، تكون ذاكرة مماثلة لأجزاء مضادة والأنتيجينات المناعية، توجد في الخلايا اللمفاوية التائية والبائية. إذا دائما يوجد نوعان من المناعة المكتسبة: مناعة فاعلة ومناعة منفعلة. المناعة الفاعلة هي اللي يعني معناته هي بيفرزها الجسم نفسه، وبتعب في إخراج الأجسام المضادة، أو في فرز الأجسام المضادة، أو في إطلاق الأجسام المضادة. إذن إيش معنى المناعة الفاعلة؟ لأن المناعة فاعلة ومنفعلة. المناعة المكتسبة الفاعلة تختلف عن المنفعلة بأنه في الفاعلة هو الجسم نفسه بتعب وبخرج الأجسام المضادة وبطلق الأجسام المضادة. يعني متى تحدث هذه؟ عندما يكون الإنسان بشكل عام يصاب بأي مرض زي الحصبة مثلا، فالإنسان بيصير عنده مناعة ضد الحصبة. أو لما نتكلم عن التطعيمات هتكلم عنها يعني بشكل مفصل تماما. إذن هذه المناعة الفاعلة هنتكلم في الجدول بأنه هي من عيوبها بأنها ليست فورية زي المناعة المنفعلة. ليش؟ لأنه هي في وقت كتير، عشان لما تدخل المناعة الفاعلة ويدخل هذا الجراثيم، وهنتكلم عنه بالتفصيل بعدين، يتعرف على الجسم ويعملها ذاكرة. إذن في يعني وهنشوفها في الجدول بالتفصيل. إذن المناعة الفاعلة تنقسم إلى قسمين: مناعة فاعلة طبيعية، وهي عبارة عن المناعة الفاعلة الطبيعية اللي بالذات بشكل عام بتكون للجسم بشكل طبيعي، وهي عبارة عن الإصابة السريرية أو الإصابة بالأمراض العادية. الإنسان لما يصاب بأي مرض عادي أو العدوى العادية يفرز بعد هيك الجسم، يكون عنده أجسام مضادة ضد هذا، زي تكلمنا الحصبة يصاب بها الإنسان مرة واحدة، الجسم بيتعرف على الحصبة هذه ويفرز أجسام مضادة. لو أجت الحصبة مرة ثانية، لا، شيء أجسام مضادة جاهزة لهذه الحصبة. طبعا هذه إيش؟ طبيعية. المناعة الفاعلة الصناعية بأنه لا، إحنا بنعطي الجسم بشكل صناعي بشكل طبي بتدخل طبي، بنعطيه أنواع مختلفة من اللقاحات، هو لقاح الحصبة، بدل ما هو يصاب بالحصبة لا، بنعطيه لقاح الحصبة وهي عبارة عن فيروسات يعني مضاعفة أو ميتة، بنعطي له إياها وهيك بصير عنده يعني أجسام مضادة ضد هذا المرض، وعبارة عن لقاحات زي شيء أطفال زي الطعام، هنتكلم عن اللقاحات بالتفصيل.
أيضا المناعة المكتسبة الغير فاعلة، المنفعلة. المنفعلة من اسم منفعلة أو passive يعني immunity، هذا عبارة عن أنه هو الجسم نفسه أسف إحنا الجسم لا إحنا بنعطي الجسم أجسام مضادة جاهزة. إحنا في المناعة المكتسبة الغير فاعلة أو المنفعلة، إن الجسم بتعبش وبيطلع أجسام مضادة، لا هو الجسم نفسه بيطلع أجسام مضادة، إحنا بنعطي الجسم أجسام مضادة جاهزة. وطبعاً هذه الأجسام المضادة ممكن نعطي له إياها تبقى من ثلاث أربع أيام، وهذا يسمى المصل. هنشوف بعدين اسمه المصل وليس اللقاح، وهذا فرق بين المصل واللقاح. المصل هو أجسام مضادة جاهزة. طبعا من وين بيجيب له أجسام مضادة جاهزة؟ كان بيجيب لها من الحيوانات، بنحقن مثلا زي الخيول، بنحقن الخيول بمرض معين، الخيول نفسه هيطلع أجسام مضادة ضد هذا المرض، احنا بناخد أجسام مضادة بنقيها وبننظفها وبنعطيها للإنسان. وأيضا ممكن أحيانا، وكان في فكرة في الكورونا يا جماعة، أن الناس اللي أصيبوا الكورونا تصير عندهم مناعة ضد الكورونا، ليش ما ناخذ الدم تبعهم ونطلع منه الأجسام المضادة للدم؟ ولكن التجربة لسه يعني هذا الموضوع لسه في طور التجربة، ما أثبتش فعاليته. إذا الأجسام المضادة المكتسبة الغير فاعلة الطبيعية أتكلم عنها زي اللي ضد الجسم بيأخذها الإنسان، بيأخذها من خصوصا من أمه، الجنين بيأخذها من أمه أو الطفل بيأخذها من أمه، سواء عن طريق المشيمة أو عن طريق الحليب. الحليب فيه أجسام مضادة جاهزة بيأخذها بشكل طبيعي. هل ليس منها مناعة مكتسبة غير فاعلة أو سميها سالبة أو سالبة أو إنه سماها يعني إحنا سميناها الباسيف أو ليست أكتيف؟ ليش؟ لأنه بخد الجسم بشكل يعني لا بتعبش في 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 إطلاق أو في فرز أجسام المضاد. بهمني جدا أيضا أنا قلنا في مناعة مكتسبة غير فاعلة أو اصطناعية، وهي إحنا يعني بنعطي الأجسام المضادة للأسف، بنعطي اللقاح بشكل جاهز، بنعطيه في عملية تصنيع له وعملية تدخل صناعي، عشان يسمينها اصطناعية أو في تدخل طبي، صار الإنسان معه مناعة بعد التدخل الطبي، وأساسا هذا معناته هو اللقاح. طيب احنا خلينا يعني نفسركم جد هذا المخطط، مهم جدا هذا المخطط تحفظوه، مهم جدا يعني تأكيد عليه، لأنه احنا لو فهمنا هذا المخطط حنفهم كل ما سبق تقريبا. طبعا قلنا هنا المناعة تنقسم إلى نوعين، أكيد في مناعة نوعية يعني مناعة طبيعية، ومناعة في أصلا قبل المناعة النوعية في عندنا هنا مناعة فطرية. المناعة تنقسم إلى مناعة نوعية ومناعة إيش؟ فطرية أو مناعة طبيعية. لما نيجي على أقسام المناعة النوعية تنقسم إلى مناعة طبيعية ومناعة صناعية. إيش المناعة الطبيعية؟ من كلمة طبيعية أي بدون أي تدخل طبي، بدون أي تدخل طبي. الصناعية معناته في تدخل طبي. إذا المناعة الطبيعية بتيجي إيش؟ بدون أي تدخل طبي. قد يكون هذه مناعة طبيعية فاعلة إيجابية يعني بدون تدخل طبي وأيضا بشكل طبيعي، وهذا بيكون عندنا غالبا بشكل اللي هو الناس اللي بيصابوا بالأمراض بالعدوى، ويعني بيصابوا بالأمراض بالعدوى ولكن بصير عندهم مناعة بعد ما يصاب بالعدوى زي تكلمنا عن الحصبة. أيضا في عندنا مناعة سلبية، قلنا إيش معنى السلبية؟ لو بأخذ أجسام المضادة جاهزة. متى يأخذ إنسان أجسام مضادة جاهزة وبشكل طبيعي بدون أي تدخل صناعي؟ أكيد من الأم إلى الطفل، يعني من الأم سواء إلى الجنين أو بالذات أو للطفل في الحليب الأم، يعني ممكن يأخذ أجسام مضادة جاهزة في أي جي إم. إذن الصناعية قلنا هي في تدخل طبي، قد يكون منها إيجابي وقد يكون منها سلبي. الإيجابي اللي قلنا بأنه هو الجسم بطلع أجسام مضادة جاهزة، وهذا فعلا الجسم بطلع أجسام مضادة جاهزة في عملية اللقاح. أنا بعطيه الفيروس
مضاعف أو ميت، هو الجسم نفسه بيطلع الأجسام المضادة. يعني هو بتحث على إنه الجسم نفسه يطلع الأجسام المضادة، عشان سميناها إيجابية. متى تكون، وليش سميناها صناعية؟ ليش؟ لأنه فيها تدخل طبي في النهاية، لأن أنا أعطيته اللقاح. متى سميتها، يعني ليش سميتها في نوع تاني اسمه السلبية؟ أي أن الجسم يأخذ أجسام مضادة جاهلة، وهي عن طريق الأمصار، وقلنا قد تكون من يعني عن طريق من الحيوانات أو حتى من الإنسان. إذا هنا في عندنا الأمصال، هنا في عندنا إيش؟ اللقاحات. هنشوف إيش الفرق بين المناعة الفاعلة والمناعة المنفعلة. قلنا المناعة الفاعلة اللي هو بيطلع الجسم بيطلع أجسام مضادة من نفسه. المناعة المنفعلة اللي الجسم بيحصل على أجسام مضادة جاهزة من الخارج. إذا المصدر أكيد في المناعة، إذا المناعة هنا أجسام مضادة تكون ذاتية، الجسم نفسه بيطلع أجسام مضادة جاهزة. المنفعلة قلنا قد تكون من إنسان إلى آخر. كلامنا على الموضوع هذا انه باخذها من انسان الى اخر او من بعض الحيوانات الاخرى، وتكلمها بانه يعني ما زال انه انا اخذ يعني من المرأة من الام الى الطفل، او من احيانا من الام الى الطفل، انا هذا من انسان الى اخر من الام الى الطفل، او من بعض الحيوانات قلنا زي الخيول بحقنها بالميكروب وهي بتعمل اجسام مضاده، باخذ اجسام مضاده وبعطيها للانسان مره اخرى. تأثيرها دائما الإشي الطبيعي دائما تأثيره عالي، إذا المناعة الطبيعية الفاعلة تأثيرها عالي لأن الجسم هو بيطلع أجسام مضادة، بينما المناعة المنفعلة معتدلة أو ضعيفة. ليش؟ لأنه الجسم بياخذ أجسام مضادة جاهزة. طبعا طوق قلنا أحيانا قد تكون بطريقة طبيعية من المرض نفسه، عدوى أصابت الإنسان، وهذا العدوى زي الحصبة صار الإنسان عنده مناعة طبيعية، أو عن طريق اللقاح أنا بعطيه ميكروب مضاعف أو ميت وهو بيطلع أجسام مضادة بنفسه، فهو هذا هي طريقة إنه المناعة الفاعلة. بينما المناعة المنفعلة إنه أنا بعطيه أجسام مضادة سواء بشكل طبيعي أو بشكل صناعي. بشكل طبيعي قلنا من الأم، أو بشكل صناعي من بعض الحيوانات الأخرى. تكلمنا عن الموضوع لازم الوقت اللازم طوها، والعجب إنه الفاعلة إنه هي بتطول، بتقعد تقريبا من 5 أيام إلى أسبوعين، وهذا طبيعي لأن في الفاعلة الجسم لازم يتعرف على أجسام مضادة، يتعرف على الميكروب ويطلع أجسام مضادة مناسبة. بينما المنفعلة أنا بعطيه الأجسام المضادة جاهزة، فعشان هيك في الفاعلة يعني بياخذ من 5 إلى 14 يوم، بينما في المنفعلة مباشرة بعد الحقن. فترة البقاء طبعا لما انا بطلع الجسم على اجسام مضاده فممكن تكون طويله، من يعني تصل الى سنين، بينما هنا البقاء بتكون اجسام مضاده في الجسم فقط من ايام، من عده ايام الى عده اسابيع او شهور او ايام. تنشيطها هنا سهل، بعطيه كل ما حسيت انه والله في عندي يعني زي ما صار في عندنا في قطاع غزه في انتشار لبعض مثلا اللي هو الحصبه او غيره، انا هنا اضطريت اعطيهم جوعة من الحصبة، وهي عبارة عن فيروس من الحصبة سواء ميتا أو سواء غالبا ميت أو كان مضاعف. فإذا في سهولة في يعني أنا أعزز هذه الوقاية أو أعزز المناعة عنده. بينما في المناعة المنفعلة صعب. ليش؟ لأنه ممكن تعمل عندي حساسية لما تجيب أجزاء مضادة من الحيوانات وتعطيها أول مرة، ماشي الحال، تعطيه كمان مرة ومرتين، إذا ممكن تؤدي إلى الحساسية. اللي استعملها أنا بستعمل الوقاية أكيد، أنا بعطيه تطعيمات أو كذا للوقاية أكيد، أنا بعطيه الأمصال للوقاية والعلاج.